برج الحمل، مهنياً تسيطر اليوم على أمر طارئ يعكر وصولك إلى هدف مهني تعمل من أجله وتنهي تأثيراته السلبية. عاطفياً يقف الشريك أو الحبيب بجانبك اليوم في حل أزمة مالية وينقذك من نتائجها السلبية، فتزداد علاقتكما العاطفية قوة. برج الثور، مهنياً تتحرك اليوم على طريق الإبداع وتحاول أن تبتكر أشياء جديدة تميزك عن غيرك، وستنجح بعد فترة بإذن الله. عاطفياً تعيش مرحلة جديدة وسعيدة مع الشريك أو الحبيب بعد أن اكتشفتما أن الحياة ليس لها طعم أو لون بدون حب متبادل قائم على الوضوح والإخلاص. برج الجوزاء، مهنياً إذا كان ابتكارك وأفكارك التجديدية بدون مردود اليوم فهذا ليس أمراً محزناً، استمرارك بعملية الإبداع سيوصلك إلى النجاح. عاطفياً ابحث عن التجديد في علاقتك العاطفية مع الحبيب أو الشريك، وابدأ بالابتكار لحياة بعيدة عن الملل والتكرار، وأخرج ما بداخلك من مشاعر فرحة لتسعد من تحب. برج السرطان، مهنياً يفرض عليك وضعك المهني الحالي التخلي عن العديد من الأشياء، وهذا يساعدك على الحصول على بدائل أفضل. عاطفياً التوازن العاطفي يسيطر على علاقتك مع الشريك أو الحبيب، ربما من الأفضل أن تذهب إلى التطرف والتجديد لتشعره أنه يعني لك الكثير. برج الأسد، مهنياً تسير اليوم على أرض صلبة باتجاه تحقيق حلم مهني طال انتظاره، وسيتحقق إذا درست الواقع من كل جوانبه. عاطفياً تتسم علاقتك مع الشريك أو الحبيب اليوم بالانسجام والمصداقية والحب، وترسما معاً طريق النجاح والسعادة. برج العذراء، مهنياً بعض الصعوبات البسيطة تعترض ما تريده أو تتمناه اليوم، واصل السعي في اتجاه هدفك معتمداً على الله. عاطفياً العازب تعيش عشقاً عابراً ولكنه غير قابل للاستمرار، وتضيع في متاهات الحب لفترة قصيرة. المتزوج فرح بنجاح أحد أفراد الأسرة وتأمين مستقبله. برج الميزان، مهنياً تحتاج اليوم أن تقوم بفعل ما يحركك إلى الأمام لأنك لن تستطيع أن تعيش الوضع الجامد الحالي. عاطفياً تعيش اليوم مع الحبيب أو الشريك علاقات اجتماعية متميزة وناجحة تساعدكما في تغيير نمط حياتكما وجعلها أكثر حيوية. برج العقرب، مهنياً قضية مهنية تشغلك طيلة هذا اليوم، وسوف توفق في إيجاد أفضل الحلول المناسبة لها. عاطفياً الشريك أو الحبيب بحاجة لحبك وحنانك، كن رقيقاً وإيجابياً في أمر يطرحه عليك اليوم. برج القوس، مهنياً تبتسم لك الدنيا ويقف الحظ بجانبك وتنجح هذا اليوم بأي عمل تقوم به. عاطفياً تعيش اليوم حالة من الاندماج العاطفي والاستقرار النفسي في طريقك إلى بناء حياة عاطفية غير تقليدية. برج الجدي، مهنياً تكون اليوم في مرحلة جني ثمار ما زرعت، وستأخذ كما أعطيت وتحمد الله وتشعر بالرضا. عاطفياً مبادرة غير تقليدية من الحبيب أو الشريك تثبت أنك عالمه الخاص، وتدخل التجدد إلى علاقتكما وتجعل حياتكما أكثر سعادة. برج الدلو، مهنياً قد تعمل اليوم لإنهاء التسلط والأوامر الغير عادلة من الرؤساء في مجال عملك. عاطفياً تشعر اليوم أن في أعماقك نور قادر على أن يضيء لك طريق نجاح علاقتك مع الحبيب أو الشريك، وهذا ما يسعدك ويجعلك متفائلاً. برج الحوت، مهنياً تريد اليوم تحسين ظروفك المهنية والعملية
ولكنك لم تعد نفسك لذلك. حاول بذل الجهد المطلوب. عاطفياً، تعيش اليوم العلاقة العاطفية الناجحة مع الطرف الآخر، ولكن قد تختلط الأمور عليك في بحثك عن الحب الصافي والمتبادل.